اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا مع نهايه فصل الشتاء ودخولنا بقى لفصل الربيع وانتظار فصل الصيف، بس اكيد الربيع له الوانه وله جماله. كمان فكره الازياء وتصميمها وايه اللي يناسب وايه الالوان الجديده ل 2022، اكيد كل ده هنحاول نتعرف عليه او عاوزين كمان نعرفه، وده هيكون من خلال لقائنا وحديثنا مع ضيفتنا وضيفتكم النهارده مصممه الازياء الاستاذه منى عبد الله، وكمان هتكون معانا عارضه الازياء حبيبه عبد العزيز. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. استاذه منى، قولي لي كده بقى في البدايه مع دخول فصل الربيع احنا مستنيينه، يعني الشتاء كان صعب قوي. الشتاء كان صعب قوي. لكن الالوان بقى السنه دي، قولي لي الالوان السنه دي اخبارها ايه؟ الالوان هتكون هنركز على يعني الحاجات المشجره، الورد، وعلشان فصل الربيع بقى واحنا داخلين عليه. قولي لي هو دايما الربيع بيبقى له الوانه اللي ما بتتغيرش، ليه الوان كل سنه ليها شكلها بالظبط. بالظبط. هكون الالوان اللي هتتغير معانا السنه دي، هكون عندنا الاحمر. الاحمر هو سيد الالوان في الربيع، وسيد الالوان في الربيع عشان يعني بيكون خاص بالورود والاشجار وكده. وهيكون معانا لايت بلو اللي هو اللون الازرق الفاتح. هيكون برضو معانا اللون بقى اللي ما حدش يستغنى عنه في الصيف وفتره الصيف، هو الاوف وايت. دايما الاوف وايت بيبقى يعني في الصيف فترة الصبح مهم جدا جدا، بس مش هقول مثلا ان احنا اللون فيه لون محدد هو الموضة، انا هقول بالاكتر ان احنا عندنا في الوان تتلبس فترة الصبح وفي الوان تتلبس اللي بالليل. ايه مثلا؟ عندنا الوان الباردة وفي عندنا الوان الدافية. فالالوان الباردة اللي زي البيج، اللي زي الاوف وايت، اللايت بلو، دي الوان جايه مع اللايت بلو، دي بتبقى من الهدوء والنهار. عندنا مثلا الاحمر، الازرق اللي بيبقى مثلا ازرق اللي هو الزهري، كل دي الالوان اللي تلبس يعني انا بفضلها لفتره بالليل. فتره بالليل، فتره بالليل. تمام. هاجي للمشجر وفي ورود وكده، ممكن البسها الصبح وممكن البسها كمان بالليل، بس ده بيختلف انا رايحه فين. بالظبط. انا رايحه فين؟ هي فكره ان انا رايحه فين، ده موضوع انا رايحه فين وهقعد مع مين والناس اللي انا هقعد والمناسبه ايه. لو انا رايحه مثلا هقعد مع اصحابي وعاملين كده مثلا عندنا عندنا فتره بسيطه. شوفي يعني ده مثلا لو ده انا ده طبعا الاحمر ده اهو اهو عندك الاحمر الجامب سوت. ده ترند جدا طبعا. بالظبط. ترند جدا جدا الجامب سوت. والاحمر لون الاحمر بس. في حاجه جميله في هنا في الجامب سوت ده. ده بيناسب لو انا رايحه مناسبه مثلا، وممكن كمان اخرج بيه بالليل لو انا هقعد مع مثلا قاعده ظريفه مع اصحابي. وكمان الميزه فيه ان الخامه دي خامته رويال. الخامه الرويال دي انا بفضلها في الصيف، لان هي اول حاجه مش يعني بتشرب عرق وكده، مش بتحرر بالظبط كده. فالخامه دي بتبقى ظريفه وبتناسب صبح وبتناسب بالليل. بس انا هخلي الجامب سوت الاحمر دايما للخروج يعني بالليل. بالليل بالليل. البسه ممكن الصبح امتى؟ لو انا رايحه مناسبه مثلا، سي انا رايحه في مثلا واحده عامله خطوبه. وبالاخص ان الفتره دي بقت الناس بتحاول تعمل افراحها، بتعمل بالظبط، بتعملها فتره النهار. بيكون في فتره النهار انا ممكن البس الجامب سوت. ممكن قوي قوي البس الجامب سوت الاحمر، رغم ان هو مثلا من الوان الدافئه اللي انا ممكن البسها بالليل، بس مع مناسبه مع الخامه دي ممكن البسه الصبح كمان. تمام. دايما بيبقى له يعني الستايل بتاعه، موضوع ان هو الرجل الشارلستون بتبقى الواسعه، الكلام ده بيبقى برضو الموضه بتجدد نفسها. بتجدد نفسها. وبعدين الشارلستون على فكره حلو قوي مع البنات، مثلا لو انا لو واحده قصيره الشارلستون ده هيديها طول. هيديها طول. هيديها طول طبعا. طب يعني بتتغلبي على يعني بتحاولي تعالجي الموضوع. انا بتغلب على كل حاجه. على فكره هو ممكن في مثلا لو انا رايحه في مناسبه وحبيت ان انا الجامب سوت ده ان ممكن البسه على كوتشي، علشان انت عارفه البنات بتحب بقى دايما ترقص وكده. انا ممكن البسه على كوتشي ابيض.
ممكن احنا كده. اخدنا بين الكاجوال وبين الحاجات اللي كده. ممكن تصلح للافراح او للمناسبات بالظبط كده علشان وخصوصا الجامب سوت اللون الاحمر ده هيمشي كده ويمشي كده طيب. بس طبعا مش هيمشي ان انا اخرج بيه ابقى خارجه الصبح رايحه اعمل مثلا مشوار خاص لشغل خاص حاجه مستحيل حتى لو نازله اقعد مع اصحابي برده مش مناسب. في الانسب من كده بتبقى حاجات بقى بلبس الحاجات الكتان فتره الصبح الكتان حلو جدا مع دخول الصيف مع دخول الصيف الصبح الكتان بيبقى مناسب وكلاسيك حلو بيمشي كويس. يعني يمكن الكتان له كماتيريال كمان بيبقى مشكلته ان هو بيدينا بيتكسر بسرعه، في ناس مش بتحبه قوي بالرغم ان هو يعني لطيف قوي وينفع قوي للصيف، لكن في ناس مش بتستحسنه علشان موضوع التكسير وكده. في الكتان دلوقتي الكتان في الوقت ده معالج ان هو ما بيتكسرش خالص. طب ده هايل ويديني نفس فايده الكتان جدا جدا هو كتان كتان بس معالج ان هو ما يتكسرش يبقى حلو جدا. في منه برضو بيتعمل منه الدريسات للصبح وكده حلو قوي. دايما نقول الكاجوال ومع الشباب فيبقى الكاجوال بنطلون جينز وتي شيرت. الجينز والتي شيرت موجودين وموجودين عند كل البنات. انا بس عايز البس كاجوال وحاجه سريعه وزي ما قلتي رايحه اقابل اصحابي رايحه مشوار، ايه اللي ممكن استغنى بيه عن الستايل بتاع الجينز والتي شيرت؟ استغنى عن الستايل الجينز والتي شيرت ان انا ممكن البس دريس. البس الدريسات دلوقتي طالعه موضه قوي والصبح كمان بقى في دريسات حلوه زي مثلا كتان الاوف وايت. ممكن البس دريس كتان اوف وايت، ممكن البس جامب سوت كتان. تمام كده خلاص اديتني مع كوتشي ابيض مثلا هلبسه الصبح. فالكتان المعالج وفيه على فكره كتان مصري الخام المصري ممتاز ورائع. طبعا وانا بفضله وبعمل منه حاجات من زمان. والله لا الكتان المصري كمان احسن كتير جدا جدا من المستورد. ولسه كمان حتى حبيبه هي برضو فحتى احنا معاكم برضو على الويندو حضرتك انت شايفه انت كده لابسه برضو في من خلال الشاشه الجينز والتيشيرت دلوقتي الوان البينك برضو البينك ده مثلا ممكن البسه لو انا عندي مناسبه المناسبه دي الصبح طبعا. وانا المفروض ان انا مثلا مش هلبس لو انا بشتغل في مكان والمكان فيه مثلا مناسبه يبقى انا ايه محتاجه اللي ما بين الفورمال وما بين ان انا ما البسش لحاجه اوفر قوي ولا حاجه سواري فهدخل هي على الشاشه معانا الموديل اللي انا هدخله مثلا في البدله البينك عملت لها الحزام الحزام اداها الشكل شويه انها ممكن تبقى مناسبه. تمام ما بقتش فورمال بتغلب عليها يعني تغلبت على الفورمال تغلبت على الفورمال يعني ممكن حاجات تكون عندي فورمال واحاول اخليها اقلبها اديلها تاتش بسيط تغير من اغير من الموديل تماما بدل ما بقت البدله دي فورمال لا انا اديتها تاتش بسيط قدرت اروح بيها مكان قدرت اروح اقعد بيها مع ناس واقابلهم واخرج بيها. شكل الفورمال في اللبس دلوقتي بقى مختلف يعني دايما الفورمال يعني بدله او بيكون مثلا تيور يعني في ده الموضوع يعني بيبقى في شكل الفورمال الشكل الفورمال اتغير شكل الفورمال اتغير دلوقتي ان ممكن البس البدله الفورمال والبس عليها كوتش بالنسبه الالوان والورد ده بقى انا دخلت هنا في المشجر الالوان والورود هدخل فيها اهو هنا مثلا اهو الموديل اهو لف يا حبيبه كده ده للحفلات تمام للحفلات بنوته رايحه حفله رايحه حاجه مش هتلبس بقى دريس وسواري وكده هتلبس الطقم ده تمام ايه بيبقى الورود هتدي ايحاء مثلا بان هي مثلا فتره الصيف والبروده وكده وبعدين بالرغم ان هو اسود لكن الاسود. الورود اللي جواه مدياله كده شكل مختلف الورود يعني. مخليه ان هو مناسب اكتر ان انا ممكن اخرج ممكن اروح بيه حفله رايحه حفله بسيطه رايحه عيد ميلاد رايحه وممكن كمان اروح بيه بالليل لو انا خارجه وهروح بيه فرح وممكن على فكره كمان حفلات الصبح والستايل ده اللي بيحبه البنات قوي بيحبوا في السن ده بيحبوا البنات قوي الستايل ده اهو كده اهو لو انا لفيت وممكن على فكره هو البنطلون بتاعه البنطلون عشان ما حدش يفتكره ان هو يعني قطعه واحده هو بنطلون هو للوهله الاولى انا كنت لسه هسالك انا حسيت ان هو قطعه واحده لا هو قطعتين قطعتين
بنطلون واسع والشولدر او الشولدر والتوب بتاعه حلو جدا الموسع وبيمشي مع كل برضو الاجسام على فكره. وعشان اللون الاسود ده ما فيش واحده تقول انا علشان مليانه ومش هقدر البسه، لا هو حلو لان موديله بينزل على واسع فما بياخدش الشكل. لو الرجل كانت ضيقه ممكن اقول لك مثلا لا مش هيناسب الواحده، مش هيناسب واحده مليانه لان طبعا كل واحده ليها الشكل اللي تلبسه اكتر. خلينا نرجع تاني يا استاذه منى على فكره ان الفورمال اتكسر حاجز الفورمال ان انا لازم اروح بشكل متكامل او الاسودات او البنيات، الموضوع بقى مختلف يعني. انت كده حولتي كتير قوي من اللبس ان انا ممكن احضر بيه مناسبه، ممكن اروح بيه مقابله يعني بالزبط. يعني الموضوع في الميتنج مثلا انا رايحه ميتنج مثلا معموله في مكان كويس تمام. بس هي ميتنج للعمل انا رايحه ميتنج خاص بالشغل بتاعي وفي نفس الوقت مش عايزه ابقى فورمال قوي لان هي مثلا الموضوع الايفنت مثلا اللي انا رايحه حسب الايفنت اللي انا رايحه انا حولت من الفورمال حولت اديته تاتش بسيط ان انا غيرت عملت له الحزام بقى الموضوع اختلف طيب نرجع تاني للالوان بقى. انت قلتي الالوان اللي طبعا ده علشان الربيع لكن ايه اكتر الوان جديده بقى نازله على صيف 2022؟ المينت جرين المينت جرين نازل حلو جدا تمام والوانه حلوه وخاماته كويسه في الكتان في المينت جرين في الكتان وفي خام تاني اللي هو الروزالين في الروزالين معانا على الشاشه حتى موجود ده المشجر الشيفون المشجر دريسات بقى بالنهار للصبح دي دريسات لطيفه وده الطقم ده علشان برضو بالنهار ده بلبس الابيض الصبح الصبح طيب قولي لي اللي طالع السنه دي برضو في الديزاينات بعيدا عن يعني في الديزاين بعيدا عن الالوان الفساتين او الديزاين الديزاين بالنسبه للدريسات طالع الدريس الطويل الطويل وواسع وبعدين يتلبس معاه فلات ما يتلبس معاه كعب تمام الدريسات الطويله مع الفلات طالعه حلوه جدا تمام. بتبقى احلى لفتره الصبح تمام. طب الغالب على الموضوع البنطلونات ولا الدريسات؟ اللي غالب الدريسات بالنهار الصبح مثلا في عندي الدريس ده الدريس الازرق المقلم ده برضو ممكن حلو قوي بالنهار وحلو كاجوال وعلى كوتشي بيبقى زي ما شفتي شكله وعندك الدريس اهو الجرين ده برضو شوفي كتان ده كتان مصري كتان مصري معالج ده معالج بقى ده معالج وما بيكرمش خالص طب ده هايل يعني ده هايل الجزء اللي احنا قلنا ممكن انا عايزه البس كتان مرتاحه بالنهار وفي نفس الوقت ما احسش ان اللبس اتكسر بمجرد ما البسه خالص مش بيكسر مش بيتكسر لا عندي الدريس البلاك ده برضو ممكن البسه وده كتان ده اورنج الكتان لا هو مش اورنج هو هافان تمام هافان حلو قوي قوي بيناسب كل الاجسام تمام برضو هي الفكره ان انت بتحاولي تخلي متهيألي موضوع الدرس او الفستان بيدي بيناسب اي جسم. انا حبيت اخرج بره نطاق ان انا لازم عشان انا خارجه الصبح يبقى لازم البس كوتشي يبقى لازم البس جينز وتي شيرت لا انا قلت ممكن تلبسي درس يعني علشان بالسرعه ممكن البس الدرس ممكن البس الجامب سوت مع الكوتشي اوكي بيمشي برضو تمام فخليني اخرج بره نطاق ان الجينز والتيشيرت لا انا عايزه اغير وعايزه اخرج كاجوال هلبس دريس وهلبس عليه برضو كوتشي وهبقى كويسه الدنيا برضو يعني هقدر اقول ان حضرتك يعني روحتي يعني لفكره الولاد او الشباب الصغيرين اللي كله عايز يلبس الشوزات الكوتشي الشوزات الفلات اللي هي الحاجات اللي تبقى سريعه في الحركه هم بيحبوا يعملوا ده فنحول ده من اللبس او بس هغير لهم بدل ما كنت هتخرجي والعادي بتاعك بقى بقيتي معروفه ان انت خارجه جينز وتيشيرت لا انا هلبسك جامب سوت كتان زي كان في جامب سوت كتان المقلم هلبسك جامب سوت كتان هو قريب جدا برضو من الجينز بس هتلبسي عليه الكوتشي وهتباني شكلك شيك وشكلك كويس وهتمشي. طيب قولي لي بقى لما بيكون القماش فيه تقليمه او القماش مشجر مع احجام الاجسام المختلفه بتنصحي مثلا اللي هي بتكون مليانه شويه ان هي ما تلبسش مشجر تميل الى الساده او يعني في بعض الملاحظات تحبي ان انت تقوليها؟ لا انا احب المليانه بالعكس احبها تلبس مشجر فاهم في نقطه في واحده بتكون مليانه مثلا جسم اللي هو بنقول عليه جسم الكوميتري بيكون مليانه من تحت
الدارج في بين البنات تقول لك انا علشان مليانه لا انا هلبس طويل، لا بالعكس المليانه قوي من عندها المنطقه اللي تحت مليانه قوي انا افضل لها ان هي ما تلبسش الطويل، تلبس القصير او يكون على نص الهيبس، على نص الهيبس يكون الطول، لان كل ما لبستي طويل اكتر كل ما بيبين ان انت مليانه اكتر. تمام. لا انا احب البنت المليانه قوي من تحت البسي الاقصر. طيب كنت بتقولي من في وقت ان الفساتين بتبقى طويله او الموضه دلوقتي او انت حبيتي توصلي ان هي تبقى طويله، الطويله لو البنت قصيره هتديها طول، لو البنت مليانه هتديها رفع، يعني برضو دي بتفرق في الشكل؟ بتفرق كتير. القصيره مثلا ما افضلهاش الطويل قوي الا اذا كانت هتلبسه مفتوح. لو هي قصيره هتلبس مفتوح وهتلبسه على فلات برضو ممكن، بس ممكن. بس لازم يكون مفتوح، لكن هتلبسيه مثلا مقفل قوي وكده لا، البسيه على حاجه عاليه. وبعدين دلوقتي طالع الكوتشي ده كده ايه هنا بقى الطقم ده، ده بيناسب اكتر لل يعني يعني مناسبات اللي هي مثلا تكون يعني عائليه قوي. انا رايحه مناسبه عائليه، مش هلبس اوفر قوي، مش هلبس حاجه رايحه اقعد قاعده مع ناس مثلا صوت كده. او ممكن كمان وبيناسب اكتر على فكره كمان برضو لو انا رايحه ميتنج. ما انا لسه كنت هقول لك لو ميتنج في الشغل ممكن لا لو ميتنج هروح بيه كويس جدا، لطيف جدا كويس جدا. ولو اربط الحزام كمان هتبص تلاقيه هيبقى ممكن بقى هنا لو انا لو مفتوح وانا هقعد مع ناس اوكي، لكن لو انا قفلت الحزام ممكن اروح بيه شغل. ممكن اروح بيه الشغل. تمام. ولو لبسته على دخلنا على البيجات جزمه مقفوله، دخلنا على البيج والاوف وايت، البيج والاوف وايت والبلوزه الاوف وايت ممكن الف شويه لو انا اهو البلوزه. طيب. كمان دي مناسبه جدا على فكره فيها، وفي حاجه هي يعني البلوزه دي كمان بتبقى تحت جاكيت كمان ممتازه وكويسه. تمام. جدا والطقم ده. وعلى فكره عايزه برضو اعرف انت عامله البنطلون بس مش بنطلون طويل؟ لا البنطلون مش طويل مش طويل. وفي نفس الوقت حتى الفيست انت مطوله، الفيست مطوله انا عاملاه زي الكارديجان. الكارديجان انا عاملاه طويل وعاملاه مفتوح من الجنب علشان برضو ايه حريه الحركه. والدريس ده سوري الطقم ده مناسب جدا جدا لبرضو ان انا اخرج بيه خروجات اجتماعيه. تمام. عائليه خارجين نقعد في مكان انا والفاميلي مثلا معايا وخارجين نقعد كلنا في مكان انا ممكن البسه. لو انا مثلا حبيت اروح بيه الشغل هروح وهيبقى كلاسيك وهيبقى برضه وهيبقى هيمشي كلاسيك وهيبقى لطيف. ومع المحجبات كمان بيبقى حلو جدا. طبعا. على فكره مع المحجبات لو انا في الاوف وايت هبقى جميل هتبقى الدنيا جدا لطيفة. مع طرحه اوف وايت هتبقى شيك قوي. طيب قولي لي قلتي كمان لازم يبقى مع الستايل ده ممكن ان انا بقى معايا مثلا الجزمه بتكون مقفوله، جزمه بيج مقفوله تبقى حلوه جدا علشان معك. جزمه بيج مقفوله تدي عشان تديني بقى خلاص تديني كلاسيك قوي. يبقى انا كده بقيت يعني كاجوال في صوره الكلاسيك بالظبط كده. طيب قولي لي لما بتيجي انت بتفكري في ديزاين مختلف او بتوفقي حاجات مع بعض يعني بيخطر لك ايه؟ يعني بتاخدي في اعتبارك الشباب، بتاخدي في اعتبارك السائد على الساحه، فبتدي ان انت تصممي من خلاله بالزبط. بجانب طبعا الموضه العالميه بشكل عام، لكن بتبقى ازاي التصميم انت بتبقي شغاله فيه مع اللي بتروح ليه رغبه الشباب او رغبه الفتيات؟ يعني انا بشوف البنات بيروحوا مثلا المحلات، لو قلت بناتي انا مثلا بييجوا يروحوا المحل بتلاقي كله مش مناسب ان هي تخرج بيه. بلاقي حاجات كتير فيها حاجات كده طالعه مش بتاعتنا. مش بتاعتنا احنا. يعني انا ممكن البسها مثلا في مكان. وبعدين انا حبيت اخرج البنات من فكره انك انت تروحي مثلا تلبسي اي حاجه مش لايقه عليكي. حبيت برضه نفس الطقم. هنا نفس الطقم انا غيرت له عملت له الجاكيت البليزر. البليزر ده اهو مع نفس البلوز مع نفس البنطلون. وده برضو اداني فكره ان انا ممكن استخدم الطقم بشكلين. انا يعني كده فورمال بقى قوي بقت كده فورمال قوي. بالظبط. ايه رايك يعني هي كده فورمال قوي؟ او بعدين الخامه دي برضو لسه عايزه اقول لك الخامه دي روزالين. وكل خاماتي مصري. كل خامات مصري بشجع المصري. ايوه طبعا. طب قولي لي دي عباره عن ايه؟ يعني داخل فيها جزء من القطن الروزالين ده ولا الروزالين داخل فيه نسبه 30% قطن.
قطن 30%. تمام. والباقي علشان انت تعرفي برضو ايه الخامه دي ما مش بتحرر خالص. خالص يعني واحده تقول مثلا لا بليزر وفي الصيف وممكن اتحرر، لا خالص خالص. وممكن وفكره ان هي ما تتكسرش خالص خلاص مقاطن. وفكره البنطلون كمان القصير دي بتخلي البنات مثلا يلبسوها ممكن ايه وانا خارجه، ممكن لو انا الشغل بتاعي عادي بيسمح ان انا ممكن البس البدله دي مع الكوتشي بيبقى كتشيك جدا، مع اي حاجه فلاته تبقى لطيفه جدا. مع فلات كمان حابه اروح بيه على بالارينا على الجزمه هيبقى حلو قوي. طب ايه اللي ممكن يكون فيه في الالوان غير البيجات يعني في الطقم ده؟ البيج ممكن يكون فيه منه مينت، المينت جرين. المينت جرين كمان فيه رائع. طب اقدر اقول ان موضه 2022 داخله على الالوان، على الفواتح وعلى الهدوء شويه، على البيجات على البيجات والاوف وايت للصبح، وعلى الاحمرات والازرقات والاسود اللي بالليل. تمام. يعني الصبح بتبقى الالوان انا دايما الصبح باخد الالوان العاديه. يعني شفتي زي ما شفتي عرضنا الدريسات، الدريسات الفاتحه بالنهار بتبقى حلوه قوي. تمام. طيب قولي لي انا بميل للفواتح بقى برضو في الدريس بيبقى ايه الالوان مش الالوان الماتيريال، الخامه بقى اللي بتستخدميها؟ الخامه انا بفضل الكتان. وبفضله للدريسات. تمام. بفضل الخامات الرويال للبلوزات. يعني بتبقى كل حاجه ليها خامات. بفضل الشيفون في البلوزه، الشيفون المشجر مش الساده. المشجر. المشجر مش الساده. تمام. لو هلبس بلوز ساده هلبسها مع الرويال. الرويال بيطلع احلى. تمام. بيديني تقل اكتر للبلوزه. تمام. لو انا هلبسها شيفون محتاجه اقعد بقى ادور على بادي تحتها ما يكونش ما يبينش اللون. لان الشيفون البلوزه الشيفون محتاجه تحتها ان انت تلبسي بادي. الرويال لا مش محتاجه. الكتان هيخليني ابقى مرتاحه وابقى لابسه حاجه مناسبه لفتره الصبح. تمام. مثلا انا ما اقدرش البس الكتان بالليل. ما هو برده ده موضوع تاني. الكتان بالليل مش مناسب. بالظبط. فهدخل على الخامات التانيه اللي بالليل، هدخل على الخامه اللي هي مثلا الرويال المشجر، هدخل على الرويال المشجر ده حلو جدا لبالليل. طيب بصي في موديلات اهي معروضه على الشاشه بقى. نشوف كده الموديلات ده دي. ده كتان مقلم جاكيت. كتان مقلم. ده برضو بمشي ان انا ممكن اروح بيه كاجوال. ممكن اروح بيه كاجوال لان في بنات بتشتغل في مكان المكان ده بيكون سيمي فورمال. فانا عملت السيمي فورمال، عملت الجاكيت الكتان مع الجينز. تمام. كده بقيت سيمي فورمال رايحه اعمل. ده اهو في دريس اهو هنا، الدريس الكتان الاوف وايت. وده دريس كتان برضو اوف وايت. يعني زي ما انت قلتي انا بميل للكتانات. الكتان بميل ليه لفتره الصبح للبنات، بميل للاقطن اكتر الصبح. تمام. طيب واحنا بنقول كتاني. بقى ممكن حد يجي لك يقول لك انا محتاج ديزاين معين فانت تقولي له لا ده مش هيليق في المش مش هيليق في الخامه دي او مش هيليق عليك انت، مش عليك انت شخصيا. بالظبط. لا يعني ممكن لا عليكي انت شخصيا، دي بتبقى حسب الموديل. حسب الموديل. الموديل. بس انت ممكن تدي نصيحه. ممكن اديكي نصيحه مش ان ما يبقاش حلو في الموديل ده. مش هيبقى حلو الخامه. الخامه دي ما تطلعش كويسه في الموديل. طب ده ممكن يجي لك حد وتقولي له لا الموديل ده مش هيليق عليكي ولا سعيد ما بتحبيش؟ لا بحاول ما احبش ازعلها واقول لها مش هيليق عليكي، لكن ممكن اقول لها اساعدها اقول لها طب ايه رايك ممكن اعمله بطريقه ثانيه هيبقى احلى، ايه رايك انا عندي ليكي موديل احلى، اختار لك موديل احلى. طيب في ناس ساعات لما بتروح لمصممه ازياء او مصمم ازياء ويبتدي ان هو يقترح عليه اقتراحات غير اللي هو جاي في دماغه، هو بيعتبر ان هو يعني هو في الحته دي او في المنطقه دي هو مش عايزه للمنطقه اللي هو عاوزها. تقدري ازاي تتواصلي مع 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 جمهورك في ان انت بتقولي له مثلا، بتقولي لها مثلا بالاخص ان الستات ليهم يعني دماغ لوحدها زي ما بيقولوا. هي مش عندها القناعه الكافيه، هي شافت موديل في اي مجله في التلفزيون في اي حاجه وهي قررت ان هي شايفه ان ده هو هيليق عليها، تقدري تقنعيها ازاي بحيث انها ما تحسش ان ده انت مش عايزه تعمليه او 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 مش شايفاه زي ما انت بتقولي؟ بتحاولي ما تزعليهاش. ما تزعليهاش طبعا. اهم حاجه عندي ان انا ما ازعلهاش. اهم حاجه عندي انا لما بنزل الكوليكشن بنزل الكوليكشن يناسب كل يعني كل الاجسام، يعني بنزل حاجه اختاري من ده اختاري من ده تليق على كل الاشكال والاجسام. ولو هي هتلبس مثلا اختارت قطعه، يعني هقول لك احنا عرضنا الكارديجان الطويل وعرضنا معاه الجاكيت البليزر القصير. اوكي.
هتيجي واحده هتقول لي ايه، طب انا عايزه البس البليزر القصير ده هشوفها ايه، اقول لها طب ايه رايك مثلا، لا لو اخدتي معاه الكارديجان الطويل هيبقى انسب ليكي، هيبقى انسب ليكي، واوريها ان في عندي الفرايتي كتير يعني انت تقدري تختاري، بس انا هساعدها في ان انا اختار لها الحاجه الانسب لجسمها. الا بقى اذا كانت هي مصممه على كده ده موضوع تاني. مش هزعل. طيب قولي لي الاسودات بشكل عام مش محبوبه الصبح؟ لا ما بحبش، لا مش محبوبه حتى خالص. لو كان عندي مقابله فورمال او عندي اجتماع في شغلي او كده مش محبوبه. لو انا هلبس اسود الصبح فورمال وانا عايزه البس اسود مثلا علشان اداري مثلا جسمي اما بينش تخني مش حاجه، هعمل ايه؟ هختار له اللون اللي تحت البليزر لازم يكون فاتح قوي، فاتح قوي يعني ما يجريش مثلا انا رايحه وابص الاقيها مثلا لابسه اسود ولابسه تحتيه مثلا نبيتي. لا خالص، هقول لك البسي تحتي بينك، البسي تحتي لايت بلو كده، هيفرق معايا كتير طبعا اكيد. احنا انبسطنا بوجودك معانا النهارده واستمتعنا بالاديشن. احنا بنشكرك جدا استاذه منى، بكل التوفيق يا رب ان شاء الله ويكون صيف جميل وسعيد علينا ان شاء الله. ان شاء الله يكون جميل. بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، لكن لسه